أكبر مصاحف يرتلوا الكتاب المجد. هلا هلا بالكبر على قبر الوفي. لا تتعب نشمي اي بالقبور يرتلون اربع ائمة قصة الكافيل يذكرون كرامات بدر العشيرة والله يستاقل يذكرون كرامات بدر العشيرة والله يستاقل يعلنون والأخبار من البقيع انطوا خبر عاجل يعلنون والأخبار من البقيع انطوا خبر يريدون يحاولون يوم البقيع باسم ابو يريدون يحاولون يوم البقيع باسم ابو يوم البقيع باسم يا عباس قبر أم الوفا يا عباس حسيني شوفا نعوي بهالمسية لأبو فاضل نعوي بهالمسية بالقبور بالقبور مصاحب يرتلون وين 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 الحنجرة الذهبية احكي بالقبور مصاحف يرتلون كتاب المجد على قبر وام البنين تشاهد الدمعة وام البنين تشاهد الدمعة يوافون ابو الجود محلى قبرها ومحلى هالجمعة محلى قبرها ومحلى هالجمعة ينوحون يلطمون كلهم سوية والحسن ينعى ما شاء الله ايدك ايدك ينوحون يلطمون كلهم سوية والحسن ينعى الحسن قال تعرفون ابجوا على عمكم تحضر البضعة ابجوا على عمكم تحضر البضعة إذا صار عزاء بكل مساء بالأخبار تجي خير مساء إذا صار عزاء مساء بالأخبار تجي خير نساء تجي أم نزجية حلوة صوتك بالقبور فدوا اروح لك عمي بالقبور مصاحب Yeah.
فال جفوفه قط عوغه راعي الكفال جفوفه قط يعرفون اجت لي زينب تنادي الخيمة حق أسيرة وسكنة سل باغة أنا أسيرة وسكنة سل باغة دمع سال دمع سال على طار الخدير يحسون فعل صوتي شمير دمع سال على طار خدير يحسون فعل صوتي الشمير حجة دمع السبية لو ابو فاضل فدوة فدوة حجة دمع السبية لو ابو فاضل بالقبور تفاصيل يوم الشريعة والحصل بيقى يوم الشريعة والحصل بيقى يسمعون روايات زين العباد وابن ير ويقى زين العباد وابن ير اختك تصيح وما تحاكي اختك تصيح وما تحاكي اجت لي هوت يمه وثوين يا خي شوف دمى يجري المتين اجت لي هوت يمه وثوين يا خي شوف دمى يجري المتين ترى وسط رقية شنو احكي ترى بالقبور لا تتعب لا تتعب اي والمصاب على حسين يم النهر من انكسر ظهره 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 صاب على حسين يم النغر من انكسر ظهره ينادي يا رواي اقعد يا اخويا سكينة من طب ينادي يا رواي اقعد يا اخويا سكينة انا وحيد بليا أخيك ينقطع نحره تمني
لك عين، ها تمني لك عين تنظر حبيبك ينسحب صدره، تنظر حبيبك ينسحب لك روح تشاهد ذبحتي والسيوف تقطع جد إلك روح تشاهد ذبحتي والسيوف تقطع جثتي بجتي الغاضرية يا أبو فاضل. هلا هلا بالقبور بالقبر من بعيد اجا صوت انا الزكية الهضمتي هضمي من بعيد اجا صوت انا الزكية الهضمتي هضمي يا الاولاد لا تنسون حال الرضيع ما رجع لامه، حال الرضيع ما رجع لامه، حال الرضيع ما رجع لامه مالقمار يمديد حسبان ما يجري مو دمه. يا الله يا صاحب الزمان نظرة هذه الليلة فدوا أروح لك سيدي ومولاي. مالقمار يمديد حسبه لمايل يجري مو دمه، يا ويلاه والف اه، يا ويلاه والف اه طاحت رقبته بحضن ابو اليمه، طاحت رقبته بحضن ابو اليمه والعيون مشت صبت أظن صاح يا عمي القمار، والعيون مشت صوب النغار أظن صاح يا عمي القمار حيث قبل المنية لأبو فاضل، لأبو فاضل بالقبور بعد تقول شنو صار جعفر سأل والباقري خبره للشاعر السيد عبد الخالق المحنة. بعد قول شنو صار جعفر سأل والباقري خبره، الأطفال يركضون بس الوجوه من الخطر صفره، بس الوجوه من الخطر صفره، يحشمون يصيحون اقعد يا عمي بداعة الزهر، اقعد يا عمي بداعة الزهر، طفل نام على يمين والثاني يبكي وشابه قل يسرى،
والثاني يبكي شاب وقل يسرع اجيناك نلوذ من الخطر سألناك يا عم وين المفار اجيناك نلوذ من الخطر سألناك يا عم وين المفار من شراع الحمية لأبو فاضل مشى مشى هلا هلا بالقبور قال على النوب والعيلة طلبت تنزلت زوري زوري الله بيك فد وليديك بعد قال على النوب والعيلة طلبت تنزلت زوري يسألون يعتبون شفت الحراير كلها مذ حورة شفت الحراير كلها مد حورة والأنذال بالسياط كل من لزم صوته وأخذ دورة يقدمون بالقلوب مثل البقيع الهدمة وكبورة مثل البقيع الهدمة والقلوب على الشط عدني والقبور أظن ما تنهي حد حاد الرزية لأبو فاضل